ديل بيلجيسي، اسم جملة لرندا دولايل أن القواعد الشرح أو التعبير أو النقل الغير مباشر في الجمل الإسمية، يعني أصدقائي سنأخذ في هذه القاعدة، كيف ننقل للشخص الآخر، أو ننقل كلامنا بصيغة مختلفة؟ بصيغة الجملة الاسمية طبعا هنا قال اسم زائد all يعني سيكون قلب الجملة الثانية أول جملة نتذكر شو اسمها النقل المباشر وسيكون يعني الدوردا أن هي هذه الجملة أي النقل المباشر كما قال القائل تماما بين اقتباس ويوجد عندنا النقل الغير مباشر هنا فإذا نتذكر يعني دائما النقل المباشر فوق ستكون الجملة هنا والغير مباشر هنا نحن شغلتنا أن نقلب هاي الجملة لهاي الجملة مثلا لنحلل أولا لجب التركيز ركزوا معي أنم أنم بنا أفدى مسافر لار وار ددي أنم بنا لار وار ددي هنا ديدي قالت من قالت أمي أنم لمن قالت لي بنا يعني قالت أمي لي ماذا قالت سيقلب هذا الكلام أصدقائي أفد مسافر لاربار قالت أمي لي يوجد ضيوف في البيت إذا يوجد ضيوف في البيت عندما أرود أريد أن أقول بشكل غير مباشر هذه كما قالت أمي بالحرف الواحد قالت أمي لي يوجد ضيوف في البيت ولكن عندما أريد أن أقلب الجملة بهذا الشكل ستكون طبعا أنم بنا أفدى مسافرين أولدونو سويلدي أنم بنا مسافرين أولدونو سويلدي قالت أمي لي بأن يوجد ضيوف في البيت هاي يوجد ضيوف في البيت هي قالت بأن يعني أنا هنا أتكلم بلساني بلساني ماذا قالت أمي لي كنا قد أخذنا الجملة الفعلية من قبل وهنا ستكون الجملة الإسمية ماذا يعني الجملة الإسمية يعني إذا إجا أبدا مسافر لاروار فأنا راح إنجبر حط هون أولماك فعل أولماك قال الكتاب إذا اعتبرنا كلمة مسافر هنا اسم أصدقائي وهي اسم يعني ضيوف وار فإذا بدي أحكيها بالشكل الغير مباشر لاجب أن أضاف المساعد للمسافر شوفوا مسافر أولدونو طبعا لا ننسى أصدقائي لا ننسى بيجي مثل المضاف إليه مثلا هون حطلنا ان شوفوا حطلنا ان مسافر لرين ان يعني شوفوا هون ما فيني اقلب انا انم بنا افدا مسافر لر اولدونو سولدي مسافر لر لازم يجيها ان من هلا هل لازم تنتبهوا لهي الشغله ايضا لنكمل هلا هل فاذا اذا اجانا شيء بهذا الشكل بالجمله بنحط له ان هون إن إن, ان 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 يعني مثل المضاف اليه اصدقائي حسب التناسق الصوتي ان 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 ان, إن حسب يعني اذا اسم زائد اول فعندما أريد أن أصرف الجملة هذه لها تصريف ممكن أقلب كلامي أه هلا هون الضيوف بمساء ضمير هو اجت في الجملة لنشوف بشكل تفصيلي أكثر لنقلب هلا إذا انتبهنا جبنا الاسم هون آخر شي هذا الاسم ومن ثم الأول وبعدين بيجينا الدك هنا قصده بالدق يعني دك ديك دك دك, دك. تمام دك 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 حسب التناسق الصوتي زائد ملكية زائد ملكية يعني أنا من شوي قلت لكم تتعاملوا كمضاف إليه مسافر لرين أول دونو ففي المضاف إليه بيجي إن 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 إذا بتتذكروا فإذا بهذا الشكل هلا نحاول نصرف بالتصريف للضمائر إذا كان الضمير من ضمير لضمير بيختلف لنفرض بان افديم جمله اسميه أه انت ما سمعتني انا راح اقولك بالشكل التاني افدي اولدومو دومو شوفوا بنم افدي اولدومو دومو قال هون يليك يا اصدقائي يليك فحطيت ملكيه هون لا تنسوا فدك هون قلبت تشوفوا كي قلبت يمشقه يعني غير Yumuşak ki. Feyze'de tasrif ezecele. Girdama er. Bağda kalilse yosbihu bihadeş şekil. Lel benim bi cihe olduğumu. Lemen müdil Senin olduğunu. Onun olduğunu. Bizim olduğumuzu. Sizin olduğunuzu. Onların olduklarını. Onların olduklarını. Mesela, Eze kultu leke ana huna. Oğlum öğretmen oldu. Mesela yani.

أولم أرتمن قال الجار فأنت بدك تنقل كل كلامك إلي يعني لشخص تاني فبتصير كوم بنا بانا أولدونو إذا قلتو الضمائر تصريفها بتصير بهذا الشكل هلا خليها ببالكم هاي الجملة مثلا طبعا لنكمل ديالي مكي لي لنفرض لنفرض في الجملة الثانية ماذا قال جام وهو اسم شاب هاكانا جام هاكانا دي سوردو هلا هون بهمنا نحن هذا الكلام هون سأل بأن من سأل جام لمن إلى من إلى هاكان إذا سوردو كيم سوردو جام كيما هاكانا جام سأل هاكان هل يوجد عندك نقود سند آه عفوا، سأله باندا بارايوك، قال له: قال له، أنا لا يوجد عندي نقود، هل يوجد عندك؟ أو لا يوجد عندي نقود، آه هل يوجد عندك نقود؟ باندا بارايوك، ساندى باراوارما، أنا لا يوجد عندي نقود، هل يوجد عندك نقود باندا بارايوك بارا باراوارما هلأ هون، آه لنشوف شو صار، جام هاكنا كاندي سندى باراول شوفوا، لما قال جام شو قال باندا برايوك جام قال إلى كان باندا برايوك ما عندي نقود فالمفروض إذا أجتك جملة بهذا الشكل تقول جام تحط مثل ما مكتوب فاصلة هون إلى كان تكمل كندي سندا بارا أول مدن هلا لأنه هو جام ضمير هو بدنا نقلب هو بتصير قال له بأنه لا يوجد لديه نقود جام قال إلى كان بأن لا يوجد لديه نقود عنده يعني كانديسندا أي أوندا بتصير أوندا بتصير كندسندا. بارا أول مادرن لهون تمام tamam. جملة قسمين إذا انتبهتوا هون يعني أول قسم ثاني قسم هلا هون سوليدي في ها كان دا بارا أولوب أول مادرن سوردو وسأله هل يوجد فأنت يجب عليك للنقود هون للنقود هون ترجع تذكرها وتقول اولوب اول مادانا لنرجع جام كان دي سندا اول قال جام الى هاكان بان لا يوجد لديه نقود وساله بان هل يوجد يا هاكان يعني لديك نقود فاذا بهذا الشكل طبعا هون جملتين منفصلتين يعني ممكن يجونا جملتين ثلاثه مربوطات ببعض مشتري جارسونا ديدي. دي هلا هاي الجمله بتجيكم أسهل الطويلة ممكن هيك أول شيء يعني بعدين تتعودوا. ديدي. قال من قال الزبون مشتري. لمن قال؟ جارسون. إلى الجارسون. ماذا قال؟ قهوة تشوك قال قال الزبون للجارسون إلى الجارسون. قهوتي قهوتي باردة. فانت بدك تنقل لي كلامه مثلا انت المستمع هلا ايها الطالب بدك تقل لي بصيغتك انت هي الجمله صحيحه يعني هاي الجمله صحيحه هي نقل مباشر انا بدي غير مباشر بلسانك المفروض تقل لي انت هيك اذا قلت لك انا سالتك هالجمله هي قلت لك جارسون جارسون مشتري جارسون نددي سالتك بتقلي انت بترجع بتعيد بصيغتك انت مشتري جارسون كه سنين سوق اولدونو سوليدي اولدونو شوفوا السوق صفة هون وبالجملة الإسمية أصدقائي إذا بيجي اسم هون أو صفة تمام المفروض تحط أنت فعل الأول. فشو قال لك هون اسم موجود زائد all موجود زائد دق موجود بعد الدك بيجي ملكية هون شو قال كه olduğunu Şunu kahve. kahvesinin olduğunu yani çok soğuk olduğunu o min thamma nad'u al i u u ve hiye't ta'rif en قصده من التعريف ا i, اي او هكذا اصدقائي شوفوا evet şimdi arkadaşlar hemen burayı yapalım mesela taban, ما ننسى هون fi tasrif anna hon. Evet aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi dolaylı anlatıma çevirelim. Kal, kal, linaklobü cümel, kema fil emsile, İlen nakıl el gayr mübaşar. Yani li hadis şekil. Doğrudan anlatım kundu. Hade nakıl mübaşar el fok. Vettehed gayr mübaşar Şimdi arkadaşlar. Babam babam, bugün çok meşgulüm. Dedi. Babam bugün çok meşgulüm. Dedi. Kale ebi. Kale ebi. Elyon مش أنا منشغل جدا يعني أنا مشغول كتير يا ترى أين, الج... أين, الاسم هون هي المشغول أصدقائي مشغول فأنا هون اللي بدي أقلبه بعد شوي هي المشغول والمشغول هي صفة صفة فالمفروض يجيها الأول والدك كيف راح تكون الجملة بهذا الشكل ستكون بابام طبعا البوجون لانه مش اسم خاص تصير صغيره لا تنسوا هاي ذكروا المواضيع الماضيه نقول بابا بوجن تشوك مشغول جبنا الدق لانه بتجيه ملكيه اه شو بتصير الكي قلب دغ اولدونو سولدي بابا بوجن تشوك مشغول اولدونو سُوَلَدِي فاذا هكذا اصدقائي والبابام بابام بتصريفه اونون Yani eze selte kimin? Bitkul onun. Yani kimin? Yani babamın. Babam bugün çok meşgul olduğunu söyledi. Huna sual kala. Men kala? O. Fe olduğunu. Babam bugün çok meşgul olduğunu söyledi. El muhum tarif eyye damir rahtakul buhon. Bil bidaye mümken yani e, ticikon hek enno bas bitaawadu azdıkayı. Hekede. Cemre cemre كانديمي تشوك إيه سيديورم، شوك مطلُيوم ديدي، قال جمرة، وهو اسم شاب قال جمرة، كانديمي تشوك إيه سيديورم، أشعر نفسي بأنني جيد جدا، شوك مطلُيوم، سعيد، أنا سعيد، فإذا جمرة قال هذا الكلام وأردت أنت أن تنقله لي أو لغيري، شو لازم تقول؟ أيضا جمرة بمثابة ضمير هو. هو شو لازم نعمل الجملة بالطبع ستكون جامرة هو قال كندمي لما قال انا اشعر نفسي انت لازم تقول يشعر نفسه فكنديمي نفسي كندني نفسه كندسني كندني نفسك كندسني نفسه فكندسني بتصير هون جمرة كندسني تشوك إي hissettiğini ve çok mutlu olduğunu جمرة قال بأنه يشعر نفسه جيد كثيرا أو جيد جدا وقال أيضا بأنه سعيد هنا أصدقائي أستطيع أن أضع الف لأنهم في جملتين قال كندي إيه نقطة أشعر نفسي بأنني جيد ونقطة أنا كان فيني هون حط فاصلة طبعا ما بصير حط هون يعني نقطة لأنه الفعل مشترك قال ماذا قال kendisini çok iyi hissettiğini ben anne o yaş var o bir şekilde Ve aydan cümle var bu da söyledi şu çok mutlu olduğunu söyledi bir anne o sa'id cidden. Fahattaytil vevfini nihat fasle on yani virgül koyabilirim buraya. Evet arkadaşlar 3 şöyle yapalım. Mehmet artık işsizim. Geçen hafta işten ayrıldım dedi. Kale Mehmet قال مهمت محمد, محمد أرتق إشتزم أنا بلا عمل بعد الآن جتان هفت إشتان أيرلدم تركت العمل الأسبوع الماضي من قال هذا الكلام مهمت؟ لمن قال قال لي أو لك اللي هو إذا قال لي ممت وأريد أن أقول لك ماذا يجب علي فعله يجب أن أنتبه هنا للصفة والإسم أين هي إشتزم Şu lazım etkiliğinde, Mehmet işsizim dediği tırcağı, nefis cümle bitiriyor. lazım etkiliğinde, faal-ül-ağıl. ül müsaad Mehmet artık işsiz olduğunu, geçen hafta işten ayrıldığını söyledi. İşten ayrıldığını söyledi Mehmet. Kâle bi bila amel. Olduğunu بلا عمل وبان قال ايضا ماذا قال؟ geçen hafta işten ayrıldığını و في الاسبوع الماضي في الاسبوع الماضي ترك عمله ماذا قال هكذا قال محمد فاذا اصدقائي هنا يوجد جمله اسميه هون في جمله فعليه ayrılmak بصير ايضا بجهه دون يعني ayrıldığını söyledi evet ولا ننسى انه مهمت هون كمان ضمير اونون يعني بهذا المسبب او 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 اونون بيكي دورت ميمور حسنا بوغن جيت قال الموظف لحسن قال ديدي كيم ديدي ميمور يعني الموظف لمن قال لحسن حسنا ميمور حسنا بوغن جيت اليوم روح اذهب تعال غدا يونوز اليوم نحن اليوم يعني مضغوطين بالعمل منشغلين جدا في كثافة في العمل هذا المقصود طبعا فإذا هنا يوجد عندنا كم يوجد جيت وكال ويوجد يونوز الجيت هي فعل يجب أن يصبح اسم هون والجال أيضا هكذا فعل وهذا اليون اسم لنخطط عليه هون Yani bu şekilde. Fıntıbo lü ona, arkadaş. Git, gel, uyan. Ana kahil Jonas. Nâhnu madduutin. Belamal. Nasıl? 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 çok Nasıl? قال المامور الموظف لحسن بأنه يجب أن يذهب بأن يجب أن يذهب اليوم وأن يأتي غدا وأنهم اليوم منشغلون يعني مضغوطون، فإذا اليوم هي صفة إذا قال يونز مثلا أحمد وحسن قالوا يونز أو الموظف الموظف. وحسن الاثنين حكوا مع بعض كيف راح انقل انا هن قالوا بيز انا لازم اقول انلار انلار فاذا اذا شلت الميمور وحسن وحطيت انلار جيت gitmesini yarın gelmesini ve يون yoğun olduklarını söyledi يعني yani الميمور عندما وصف نفسه اصدقائي قال يونس كموظفون صحيح هو الفاعل واحد ولكن يعني القائل واحد ولكن حكى باسم الجمع الذي يعمل معه فإذا يجب أن أصفهم هنا بالجملة بأنهم هم الموظف قال لحسن بأن عليه أن يذهب ويأتي في الغد وأيضا ماذا قال وقال اليوم يعني نحن هون طبعا بصير هم تقلب هون هم قال له قال بأن هم منشغلون هكذا قال له بانهم منشغلون هكذا اتركضش لار باش بانكا مشتريه، مشتري يارن بانكا كابالو ادمينيزي بغني يابن د.ى قالت او قال يعني e, yani عامل البنك عامل المصرف موظف المصرف للزبون للزبون يارن بانكا كابالو الكابالو هي صفه تبه لهون غدا يعني المصرف منغلق يعني سيكون منغلق قصده ادمنيزي بوغون يابن قوموا بدفعكم اليوم يعني ادفعوا اليوم من حضرتك يعني يتكلم معه بشكل بشكل رسمي هنا فاذا ما قال ادمني قال ادمنيزي ما قال دفعك قال حضرتكم دفعكم يعني يتكلم هون قوموا بدفعكم يعني ادفع حضرتك يعني للعربي Peizen azdıkai, kıyafet <tıklıyorum> akunu cümle. Bankacı müşteriye yarın bankanın şu banka aptıcı Bankanın kapalı olduğunu, neselt ne olduğunu, kapalı olduğunu. Rədət bankanın Neyin yani şu huva limon galeq bank. Bi -hada Bankacı müşteriye yarın bankanın kapalı olduğunu kapalı ecete olduğunu hon, sıfır olduğunu ve ödemesini bugün yapmasını söyledi. Yapmasını. Taban hon isim fiil al-qaideyi tanıyorsunuzdan bibir, şekil. Evet arkadaşlar, bankacı müşteriye yarın bankanın kapalı olduğunu ve ödemesini bugün yapmasını söyledi. 6. Doktorlar sebze ve sebze yemekleri hafif ve sağlıklıdır diyor. تقول الدكاترة يعني سيب زي طعام الخضار خفيف وصحي من يقول الدكاترة فإذا يجب أن ننتبه للقائل بأنه القائلون جمع يعني هون ستكون الجملة دكتور لا سيب زي مايكلري خفيف بسالك له اولدو sebze yemeklerinin hafif ve sağlıklı olduğunu. Hum fi sebze yemeklerinin hafif olduğunu yani عيد olduğunu söyledim artayan vasfı da yani لانه مربوطه بالباء. ايضا doktorlar sebze yemeklerinin hafif, ve fasle yani virgül sağlıklı olduğunu söyledi mesela ve ahla hكذا arkadaşlar. 7 Mert özleme özleme yarın sınav var. O yüzden سيزيل لقلمي جيم قلمي جيم ديدي ماذا قال مرت الى ازلام غدا يوجد امتحان لهذا لن استطيع ان اتي معكم يعني بكره في امتحان ما راح اقدر أجي معكم من قال مرت وازلام يوجد هنا ستكون الجمله مرت ازلام يرن صناو اولدونو اولدونو فين حط هون فاصله Finihat ve o yüzden onlarla gelemeyeceğini söyledi. Kalmert ile özlem gadan bi enne yujed bi enne yujed imtihan lehu. Yujed imtihan lehu. Bi hadel mana batsir. Yani ya bir kul e, sınavı var mı kul dedi ya ama yarın sınavı olduğunu kimin? Yani Mert'in. Mert Özlem'e yarın sınavı olduğunu o yüzden onlarla gelemeyeceğini söyledi. Honfini kul bu yüzden bıtsıyır keman. 8. Öğretmen Beyoğlu İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir dedi. Kale el muallim. Bi anne Beyoğlu hiya min min ekser min ekser المزدحمة المزدحمة في اسطنبول بيولو هكذا قال أين هنا كيف ستكون الجملة ستكون هكذا أورثمان بيولون البيولو هون بجيها مضاف إليه أصدقائي شوفوا نون اجت لهون هون بجيها بيولون إسطنبول إن لك إلتشيرنن بيري أولدونو سويلدي يعني هون قال بأن هي واحدة من أكثر من أكثر هون ما في أصباح هذا فعل مساعد بمعنى الوار يعني أو هكذا شندي يا لار مو شرط يكون وار يعني هون لأنه يعني البيري البير بيري بتصير بمثابة اسم هون فلك حطينا الأول دوكوز أركضشن بنا يارن بوش موسون إيشين وار سوردو سألني أصدقاء صديقي لي سألني صديقي ليا لي شو قال يارن بوش مسون هل أنت غدا يعني لا يوجد لديك شيء يعني فارغ يعني ما عندك عمل فاضي يعني أم يوجد لديك عمل يعني أنت بكرة فاضي ولا مش فاضي فاضي ولا عندك شغل فاضي ولا عندك شغل هات إيه تركضش لار ستكون الجملة أركضشم بانا يارن بوش أولوب أول işimin olup olmadığımı sordu. Selni sadiki yani tamam fini ve haton ve keman arkadaşım bana yarın boş olup olmadığımı ve işimin olup olmadığını sordu. İşimin olup olmadığını sordu. Evet ona bir anne yüce dedi amel amel evle hiyel uphom mesabdil ve keman arkadaşım bana yarın boş olup olmadığımı ve işimin olup olmadığını sordu. Honel isim isim yani bir şey lehek mi akıltı mim hon azdıkay işimin olup olmadığını o işimin olup olmadığını mı bıtsır. bıtsıyır? Lönü eze sâvet hek rah kun ana l'amal fahon l'şey kun nehnem na'rif bitsarrab ve huve l'isim hon şey ve leysa ana. Evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi arkadaşlar burada e, boşlukları dolduracağız. Kal. <laughs> Metindeki boşlukları dolduralım. Linuxle el faragat etti. Fi Evet. Annemle ben çok iyi anlaşırız. Ana ve omin bi bşekil Cidden. Çok iyi anlaşırız. Ettifku <laughs> kathiran. Anne kız gibi değil de daha çok bir arkadaş gibiyiz İdumai. anne kız gibi değil de daha çok arkadaş gibiyiz yani leysa ke um ve bint belki azdika ke azdika o aydan ke azdika sıkıntılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşırız nüşariku meşakiluna ve muhabbetuna kazdo ila bazına ila bazına beraber Alışverişe çıkar, eğleniriz beraber. Ben alışverişe ile tesavvuk nahroj ve nestemte. Geçen hafta annem, annemden, geçen hafta annemden okul gezisine katılmak için izin istedim. Geçen hafta, l-esbu al-madi, istezentu min ummi key uşariku el-medrese. İstezentu ummi, annemden izin istedim kalhu. Niçin? Okul gezisine katılmak için. Key uşariku ee, bir rehlet yani el medrese, el gezi rahle. Annem bana her zaman çok güvenir ama tavsiyelerde bulunmadan beni hiçbir yere göndermez. Annem bana her zaman güvenir. Ummi tesiq bi daimen. أما ولكن لا ترسلني إلى أي مكان دون أن تقوم بالنصائح لي يعني بالتواصل، التوصية، والنصيحة قصدا التنبيه أيضا كمان بتصير أنمي ترابزونة جتمك استدي سولديم هلا استا سويلديم هون شو لازم نحط حسب القاعدة تدق لازم تصير أنمي ترابزونة جتمك استديمي استيديمي سيليديم قلت لأمي بأنني أريد أن أذهب إلى ترابزون ات أصدقائي هون أنا عندما قلت لأمي يعني إذا تخيلنا البنت شو قالت لأمها هون قالت لها ترابزونا جيت ميك استيورم لما قالت لها وجه لوجه هون قالت لها ان ترابزونا جيتمك استيورم فإذا أردت أن أقلب كلامها لغير المباشر شو بتصير يعني هون البنت عم تشرح لنا قلنا طبعا بالنص لازم اقول جيب istemek, yani istemek. دق للاستماك يعني الاستماك فاذا تقلب بهذا الشكل gitmek istediğimi söyledim قلت له امي اريد ان اذهب الى geçen yıl okul gezisinde arkadaşlarım oraya gitmişler ve oranın çok güzel bir yer ol söylediler Geçen yılki okul gezisinde ve rihletel medrese leti kanet fil senel madiyya azdikai zahabu kanu kad zahabu ile hunak ve kalu bi anna hunak mekanun cemilun cidden oranın çok güzel bir yer ol sir olduğunu. olduğunu söylediler. Lennu'l mekan bi فَاِنْدَمَا قَالُوا لَهَا اِنْدَمَا قَالَتْ لِأُمِّهَا وَجْهَنْ لِوَجَهَ Şu orası çok güzel diyorlar. فَاَنَا <laughs> قُلْتُونَ Güzel olduğunu. Güzel, o güzel bir yer, yer mekan, o safta, yani güzel bir yer, onel yer, ecete olmak. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ben de merak ettiğim için Trabzon gezisine katılmak istedim. Ben de o ana eydan merak ettiğim için li enne asbah fudul Trabzon gezisine katılmak istedim. Arattu en andam bi andam li rahlet Trabzon. Trabzon muhafaza Türkiye tarfo Trabzon'un uzun göl diye turistik köy ol oraya gidenlerin gölün çevresini gez ve orada kalabalık ye internetten okudum. Hala Trabzon'un uzun göl diye bir turistik bir köy ol. Kalat fi Trabzon bi enne yujad mantiqa turistik. Yani e, tatil köyü ve Türkiye turistik bir köy e, köyü olduğunu yani hiya hon olduğunu lazım tsir lan tercüme bağlayın daha ekler. Trabzon'un turistik bir köyünün olduğunu, oraya gidenlerin gölün çevresini bıçır gezdiğini, kimin onların gez dık dik dük dük toplab dini gezdiğini ve orada kalabalık orada alabalık alabalık ye internetten okudum. Hala, kalat karatu minel internet bi enne yujet karya siyahiyya أه تسمى وزونغ أزنج وزونغول وقرات قرات من الانترنت طبعا بان يوجد قريه سياحيه أه تسمى أوزونج وقرات ايضا يعني اذا بدنا نرجع لهون الذين ذهبوا الى هناك تجولوا تجولوا حول الـ 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 البحيره حول او بمحيط البحيره وقد تناولوا هناك السمك ألا بلق يعني هذا نوع من السمك كنت قد قرات هذا يعني شوميلا من دان يماجنده اولدوغونو دا اورندم وعلمت بان بان مع يعني معبد المناستر معبد شوميلا Alâ dıffâfiz Herkese. Hûmun Evet arkadaşlar. Sonra. Yani yüced hûnâ mâbâd kızdı. İki gün sonra Trabzon'a gitmek için yola çıkacağız. Bade yomayın. Sen kendinize bile Trabzon sen yani sen

قلت لأمي بأنني اشتقت لها بني مراك ات اه طبعا هون لازم تقول انه ما ينشغل بال علي مراك ات ما ما سنين اني اشتقت لها كثيرا وقلت لها ايضا القصد هون بان يجب ان لا يصبح يعني لديها او لا ينشغل بالها علي وبانني ساعود بعد ثلاثه ايام اجكن صورة جرش او سنلتقي جرش اجي ميزي بتصير هون اصدقائي واننا سنلتقي بعد ثلاثة ايام قلت لها قلت لها لامي بإذن ان بانني اشتقت لها وان لا ينشغل بالها علي وباننا سنلتقي بعد ثلاثة ايام انم ده كنديمي ات طبعا امي عندما قالت لي قالت كنديمي دي دكات انا ماذا انقل لك ديكات ات ميمي dikkat etmemi maksat cümle ve oraya gidince ve عندما اذهب ile هناك onu ara ma mı beni aramamı ve beni çok sev dini sevdiğini söyledi. إذا أمي ماذا قالت لي؟ ردت لي أنم بانا كان ديما ديكات قالت لي قالت لي بأنني يجب أن أنتبه لنفسي نفسي بوري جدينجا أرى ماما وعندما أذهب إلى هناك أنا أتصل بها وبني تشوك سيفديني وقالت لي بأنها تحبني كثيرا. أبت أركضاشلار بو شكل إن شاء الله تكون الفكرة واضحة أكثر.